منذ أن سقط نظام الدكتاتور صدام حسين تولت الحكومات في بغداد، وإقليم كردستان كان منذ فترة طويلة صاحب حكومة وبرلمان. وحينما تشكلت أول حكومة عراقية كان للكرد فيها دور رئيسي. الأمر الذي عقد المواقف بين الطرفين هو البحث عن المصالح الذاتية وانعدام الثقة بين مسؤولي بغداد وأربيل للالتزام بالوعود التي تعهد بها، خاصة ما ورد في البنود الدستورية التي صوت كل العراقيون عليها. ولهذا السبب ما تزال المشاكل عالقة بينهم وغير قابلة للحل أو التبسيط على الأقل، ويسعى كل طرف منهما لتعقيد الأمور على الطرف الآخر من باب لي الذراع. وهذا لم يتضح فقط في مشاكل الرواتب والموازنة الاتحادية والمشاكل الإدارية، بل في مشاكل أعقد بكثير مما سبق كمشكلة المناطق المتنازع عليها وغير ذلك. من الآن وصاعدا ستتركز الأضواء على مستوى التواصل والعلاقات بين بغداد وأربيل، وذلك تمهيدا للتوجه نحو مرحلة جديدة من العلاقات، وذلك لأن المسؤولين في الحكومتين إذا لم يتعبوا من المشاكل والتقاطعات فيما بينهم فالشعب طفح به الكيل من الماضي المرهق بالمشاكل والتنازعات والتي ألقت بظلالها عليهم بسبب إجراءات غير عادلة وغير دستورية اتخذت. ومن تلك النقاط الرئيسية هي تلك الخطوة التي كانت مرتقبة الظهور كانتخاب شخص أكاديميا مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. الكاظمي الذي لم يكن معروفا جدا على الساحة السياسية العراقية من قبل، وكان معروفا فقط في الأوساط الثقافية، كان مقربا جدا من رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو شخص ينتظر منه الكثير من الأمور الإيجابية. وانطلاقا من النقطتين التاليتين، برنامجه الانتخابي الذي شدد على حل المشاكل بين المركز والإقليم، والنقطة الثانية هي التحركات السياسية التي فعلتها حكومته في الأشهر القليلة الماضية وهو على رأس السلطة، وخاصة ضرب المصالح الشخصية والحزبية المتقاطعة وإقرار موعد الانتخابات المبكرة. وهذا ما يعزى إليه تحرك الجهات المعادية والمعارضة له وبإعاز أجنبي وبضغط سياسي كبير، الأمر الذي ينذر بتغيير سياسي في العراق. وبالنسبة لإقليم كردستان فإذا كانت التغييرات محصورة بدائرة ضيقة، ولكن يقال إن الوجوه قد تغيرت، فالوضع الراهن لا يستحمل المزيد، ويجب على أربيل أن تخطو خطوات عديدة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع بغداد خاصة في الوقت الراهن، والاتفاقيات المالية التي تتعلق بقوت المواطنين. وبعد ذلك يجب على الطرفين أن يتخذا خطوات جدية لتنفيذ باقي بنود الاتفاقيات بينهما.